أصل المنديل واستخدامه في كتب الكتاب. بيقول الفكرة دي ظهرت زمان في مصر. كان المنديل في الأصل بيستخدم لإخفاء مهر العروس، وكانت العادات وقتها إن العريس بيمد إيده بالمهر الوالد العروسة أثناء كتب الكتاب، يعني حبيكت نديله القرشين وهما بيكتبوا الكتاب، فكان بيحط المنديل علشان يخفي القرشين عن المعازيم. المنديل في اللغة العربية يستخدم كلفظ كناية عن الستر، وملوش علاقة لا بالعقد ولا بأركان. ومع مرور الوقت ومع اختلاف العادات، فضل المنديل الأبيض محتفظ بمكانته وقت كتب الكتاب عقد القران، وتطور من مجرد منديل أبيض سادة لمنديل مطرز بأسماء العروسين وإشي شفتيشي وحاجات كده وحاجات جميلة. والنتش بقى المنديل بقى، يعني العادة العجيبة الشأن دي برضو، إن هو لازم اللي ينتش المنديل، ما تفهمش فيه إيه بقى. يعني المنديل هو شكل من أشكال البهجة أثناء الزفاف، عشان كده المأذون ساعات بيخطفوا ويشيلوا بسرعة وبمهارة كمداعبة للمتعاقدين على الزواج، متعاقدين على الزواج.